السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بطرون أطفال مسطح بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة، ونعمل شير كتير، نعمل شير في خير، نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. الحسابات اللي احنا أخدناها حسابات بسيطة جدا جدا، وفيديو أخذ المقاسات هتلاقوه في الرابط المسبق، كلهم هيكونوا متجمعين إن شاء الله في الكورس، يعني كلهم هيبقوا تحت مسمى كورس الأطفال. هتلاقوا فيها طريقة أخذ المقاسات، طريقة الحسابات بتاعتها. النهاردة الفيديو بتاع رسم البطرون على طول، أتمنى التنفيذ، أتمنى التطبيق، ويلا نبتدي على بركة الله. القياسات أخدناها وعرفنا إيه اللي هنقسمه وإيه اللي هنطرحه. أهو هنبتدي بالشكل ده. أول حاجة ده الأمام، ده الطول اللي انت بتحدديه. طيب انا عرض البطرون عندي هو اللي انا قلت عليه، عرض الكتف او عرض الظهر على 2، يعني هيبقى 14 سنتي. تمام، الكلام ده بدون مسافات خياطة، يعني الكلام ده اهو 14 سنتي اهي، ده كده ال 14 سنتي عرض البطرون. تمام، لما اخد 5 سنتي منهم، باخد 5 سنتي منهم، لو انا برسم الامام اهو وبعمل نقط بالشكل ده، كده انا خدت 5 سنتي منهم. يبقى الجزء اللي باقي ده هو عرض الكتف، يبقى الجزء اللي باقي ده على طول هو عرض الكتف. تمام، تاني باخد عرض البطرون اللي هو عرض الظهر على 2، كان 28 قسمته على 2 ب 14 هو ده، وباخد 5 دوران الرقبه من الناحية دي ومن الناحية دي، أصبح الجزء اللي باقي ده هو عرض الكتف أهو، هو عرض الكتف ده، فكده أنا مش محتاجة أعمل قياسات هنا خالص. تمام، طيب هنا بيبقى متني، القماش بيبقى متني أو الورق بيبقى متني، لما أجي أفتحه فبيديني دوران الرقبة بالشكل ده وبيديني الكتف بالشكل ده. تمام أهو، طيب كده خلاص أنا عملت عرض البطرون. عايزة طول الوسط، طول الحزام اهو، طول الحزام او طول الوسط اللي هو 32، وبقسمها على 2 اهو، باخد 16 هنا وادي كمان ال 16 اللي بعدها، يبقى انا باخد 32 وبقسمها على 2، شايفين كده؟ سهلة جدا. اخدت المسافة من اول واحد لغاية 32 سنتي. تمام، قسمتها على 2 فاصبحت دي عندي 16 واصبحت دي 16، كده احنا ماشيين مظبوط. تمام، هاخد هنا ربع دوران الصدر، دوران الصدر عندي 70، يعني ربعه حوالي 17.5. طيب يبقى واخد هنا 17.5 بتوعي اهو، 17.5 دي العلامة بتاعتي. تمام، انا ممكن انزل بمحاذاة المسطرة على اساس اهو ان انا بسهل لنفسي اهو. تمام، والجزء ده هو اللي هيبقى نقط بالشكل ده، شايفين ازاي؟ طيب واجي اعدلها بقى اهو بايدي بالشكل ده. تمام، طيب هتقوليلي مساطر، انا مستخدمتش مساطر في حياتي، واحنا صغيرين بنتعلم في مدارس الملابس الجاهزة كان غير مسموح باستخدام المساطر، كان لازم تطلعي دوران مظبوط بايدك ان شاء الله 100 مرة، لو الدوران ما ظبطش تفضلي تعيدي وتعيدي وتعيدي. زي ما هما كانوا بيمنعونا اننا نمسك آلة حاسبة عشان نحسب في الحسابات الرياضة، كانوا بيمنعونا ان احنا نستخدم اي مساطر تسهل علينا، وبيعتبروا انك لازم تتعودي على الدورانات، لازم تطلعي شغل مظبوط بدون اي مساعدة. تمام، طيب في هنا شيء ثابت عندي اسمه نزول الكتف، وبيكون 1.5 سنتي، بيكون قياس ثابت اهو 1.5 سنتي. يبقى نزول الكتف لازم تكتبيها عشان تحفظيها، 1.5 سنتي بيكون رقم ثابت. اذا الخط اللي معايا ده هو دوران الوسط، لانه بعد الصدر على طول بيجي معايا دوران الوسط اللي هو 68، فلو قلنا ان هو 70
نص وخمسة وتلاتين ربع سبعتاشر، هنقص منه واحدة كمان هيبقى حوالي 16 سنتي، أو حوالي 16 سنتي. تمام؟ وفي المسطرة كده، عارفين ايه الجزء اللي طلع معانا ده؟ ده يا سادة يا كرام اللي ما خدش مننا دقيقتين، ده صدر لأي فستان تعمليه. صدر لأي فستان تعمليه، يعني ايه صدر لأي فستان أعمله؟ صدر لأي فستان يعمله يعني هو ده الجزء أهو، أهو أهو، تمام؟ ده كده هو ده الجزء ده أهو. لما أجي أفتح الجزء ده كده وأنا مطبق على ورق متطبق، أجي أفرده هيديني بالظبط الجزء ده على طول، لأن بمجرد زي ما قلت لحضراتكم بيتفرد بيبقى بالشكل ده كده أهو أهو أهو، بيبقى كده. يبقى أنا عملت أول جزئية في أي فستان لأي موديل. تمام؟ طيب لو أنا بقى عايزة دلوقتي أكمل الخلف بتاعه، عايزة أكمل الخلف بتاعه، تمام؟ أو عايزة عجبني وكل حاجة بس أنا عايزة بلوزة واسعة، بلوزة واسعة على طول بتوسعي هنا أهو وبتاخدي الجزء ده كده أهو. ده لو أنا هعمل بلوزة واسعة ممكن لغاية هنا تبقى بلوزة، مفيش أي مشكلة، تمام؟ فخلينا واحدة واحدة عشان ما نلخبطكوش. تمام؟ أنا كده عملت الأمام. طيب الخلف بتاعي نفس الحكاية أهو، الخلف بتاعي نفس الحكاية بالظبط، هو 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 بدون أي اختلافات خالص. ال 14 سنتي أهي، وادي 16 سنتي أهي، 16 سنتي اللي بعدهم هنا كده أهي. المسطرة تحسوا ان الارقام بتاعتها مش واضحة، تمام؟ نفس الحكاية نفس العرض بالظبط اهو، ونفس الموضوع بقسمه كده على اتنين اهو، واكيد الجزء ده كده خط الوسط برضو. تمام؟ طيب هو نفس الحكاية، باخد برضو الخمسة سنتي هنا وبنزل اتنين سنتي، اتنين سنتي بس في الظهر للموديل العادي بداية تعلمي. بعد كده التعديل عايزة دوران كبير بنزل بقى بالتعديل بقى بكبر براحتي لو انا عايزة دوران كبير، انما ده اساس التعليم. هنا الف بيرمز له ان هو امام، هنا خاء بيرمز له ان هو خلف، تمام؟ وبنزل الواحد ونص هي هي اهي، ونفس الحكايه بنزل على الخط ده كده اهو، نفس الحكايه، تمام؟ ونفس الحكايه برضو الوسط كده، مفيش اي صعوبه في الموضوع خالص. ده كده الامام والخلف. ممكن حد يقول لي طب الامام هنا ليه ما دخلناش واحد ونص زي الكبار؟ لا، الكبار حاجه والاطفال حاجه تانية. الكبار يعني الاطفال ما بنعملش معاهم الموضوع ده، ما فيش بقى في الاطفال العمق ولا اي حاجه. الدرس ده يتحفظ، الدرس يتحفظ، الدرس يتذاكر، الدرس يتكتب، الدرس يتطبق علشان يكون ده بدايه. ده كده اول جزء في الفستان، الجزء اللي فوق ما خدش مننا وقت خالص. لو شفتي الثلاث دروس هتلاقي الموضوع من اسهل ما يكون. الكسل ممنوع، التراخي ممنوع، الفرصه لو راحت هتلاقي ناس كتير جدا جدا على اليوتيوب يعلموا برضه، ما تقلقيش. لكن انا بالنسبه لي هجيب مجموعه ثانيه علشان ادخل مرحله ثانيه بيهم، السن اللي هو بعد كده السن بنات الجامعه او بنات الثانوي، بعد كده هدخل على الحريمي، بعد كده على الرجالي والبترون المسطح. اتمنى يكون الموضوع بسيط. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.